السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أسعد الله أوقاتكم بكل خير. حلقة جديدة من برنامجكم التفاعلي مع الجمهور. مع استمرار الحرب التي أشعلتها الميليشيات الحوثية للعام السابع على التوالي في اليمن، تتفاقم أوضاع البلاد وتتزايد مخاطر تلك الحرب داخليا وإقليميا بل ودوليا. وبعد 6 أشهر من تعيين المبعوث الأممي الرابع لليمن، يثير ذلك الركود الذي يعيشه دوره تساؤلا حول الدور المناط به والدور الذي من المفترض أن يطلع به. لم يستطع المبعوث الأممي إحداث اختراق في الأزمة التي تكلست مع تعثر المفاوضات وتعطل كافة الاتفاقات التي تم التوصل إليها، وكان آخرها اتفاق ستوكهولم الذي ظل حبرا على ورق. المبعوث الأممي تحدث في آخر إحاطة له التي ألقاها حضوريا في مجلس الأمن، قال إنه في نقاش مع الأطراف اليمنية والجهات الفاعلة الإقليمية والدولية حول سبل إحراز تقدم نحو تسوية سياسية. أضاف أنه ابتداء من الأسبوع المقبل وعلى مدار الأسابيع القادمة سيبدأ مشاورات ثنائية مع الأحزاب السياسية اليمنية، لتظل تلك التصريحات كسابقتها بعيدة عن التطبيق في الواقع. إزاء ذلك نتساءل، ماذا قدم المبعوث الأممي إلى اليمن الجديد؟ وهل يملك المبعوث الأممي مقاربة جديدة تختلف عن المقاربات التي تبناها السابقون؟ وهل يعول عليها اليمنيون في إيقاف الحرب؟ وإذا كان سيجري مشاورات ثنائية، فماذا سيكون موقف ميليشيات الحوثي التي لم تمكن حتى من الوصول إلى صنعاء منذ تعيينه؟ هذا هو موضوع حلقتنا لهذا اليوم، ننتظر اتصالاتكم عبر أرقام البرنامج ولكن بعد فاصل قصير. عدنا إليكم مشاهدينا كما أسلفنا موضوع حلقتنا لهذا اليوم. بعد 6 أشهر من تعيين المبعوث الأممي الجديد لليمن، ماذا قدم لليمن؟ وهل يعول عليها اليمنيون لإنهاء الحرب؟ ننتظر اتصالاتكم عبر أرقام البرنامج الدولية الظاهرة أسفل الشاشة تباعا، وبإمكانكم الاتصال عبر دو وإيمو. ومعنا أول اتصال. ألو، شكرا لك سابق وقناه اليمن اليوم. اهلا وسهلا فيك يا عبد المجيد، يا مرحبا فيك، تفضل. اصلا المبعوث مع من يتفق؟ دخل عند حقوق الانسان، كنت انا هناك وش نعم عبد المجيد، هابش اي جهه يتخاطب معاها؟ يعني هل اللجنه الثوريه معطى عليك؟ اما المشهد مش موجود، يعني كلهم لا وجود لهم، يعني هم مجرد سوابق ومجرمين لا يعرفوا سياسه ولا امريكا. اقول لهم ايش بيته اد ومارب امريكا الان بعد بروسيا ضربه جامده، لازم ان يعقدوا يفهموهم او لا يفهموا كالمغوايا بتقول يمان، يعني حيدمر يخرجونا الى ما لا نهايه، دمروا كل شيء. يعني امريكا ليست كل امريكا بحربهم، هاي امريكا اولا. يعني اما بالنسبه للمبعوث مشكلة، اما المبعوث يعني مش عارف من يخاطب، يعني نعم من يخاطب، يعني من يخاطب، يعني هل يخاطب يعني الجماعة؟ أنا أشتري عن سفير إيراني، ما أشتري لا وجود إلا تطبيق، لا وجود لإيران ولا قوة عظمى ولا مغواية. لا إيران بتشحت هي الآن، مظاهرة في إيران تدرج المع مع هذا مجرد سوابق دخلوا صنعاء سيطروا على كل المؤسسات. شكرا يا عبد المجيد. كما قلنا يعني 4 مبعوثون دوليون، آخرهم هانس جروندبرغ. يعني دائما نحاول نحفظ الأسماء، تجي أسماء جديدة. يعني كلهم هؤلاء قالوا يعني في بداية مسيرتهم أنهم حاولوا أن يدفعوا بعملية السلام المتعثرة، عبروا في الأخير عن إحباطهم الشديد في تصريحات لهم جراء التصعيد الحوثي، مما أوصلهم إلى قناعة بفشل مهمتهم، فقدم معظمهم اعتذارات رسمية عن استكمال المهمة. في ضوء القراءة المتأنية لمواقف المبعوثين الأمميين من الأزمة والبحث في أسباب فشلهم، يمكن فقط أن نركز على نقطتين. اتصالاتي في ألو. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. أبو طارق يا أستاذ صالح. يا مرحبا بك أبو طارق. اليوم يا أبو طارق نتحدث عن المبعوث الأممي الجديد اليمن، هل قدم شيء من أجل إيقاف الحرب؟ لا قدم شيء ولا يقدم، لا نعم. لا مقدم ولا مؤخر.
لن يقدم أي شيء، لا هو لا اللي قبله ولا اللي بعده، دائما الأمم المتحدة أستاذ صادق. نعم. إذا في مشكلة صغيرة الأمم المتحدة أن المجتمع الدولي، يعني الخمسة الدول الكبرى العظمى محل ما لا في مشكلة صغيرة يخلونها تكبر، يخلونها تكبر عين عين. شايف ما يتعاملونش مع الدولة لما كانت دولة في عهد علي عبد الله الصالح رحمة الله عليه، الرئيس علي عبد الله الصالح، شفت كيف كان يتعاطفون ويخلون المشكلة تكبر وتاركين الدولة تغرق. لما انهارن الدولة وانهار النظام وانهار الأمن وتمزق اليمن وتفتت إلى أشلاء، والآن شوف من جمال بن عمر ما آخر واحد الآن ذيل اللي تدخلوا في مشكلة اليمن، لن يقدم ولن يأخر الأمين العام للأمم المتحدة. ما شيء يقدم وشيء أخر وشيء يعمل لنا حل إلا نحن بأنفسنا الشعب اليمني، شعب اليمني الأحرار. نعم. الوحدويين المناضلين اليمنيين الأصل اللي يحبون تراب أرب بلادهم شرقا وغربا وشمالا وجنوبا، غير ذلك والله سنرزح. يعني هم مبسوطين علينا الآن، سنصبح زي ما نمار زي فلسطين وبورما وزي ما، ولا فكروا فينا ولا فكروا. شوف أنا شوف روسيا، شوف الآن روسيا كيف الغرب كله توحد ورايح سنة روسيا وسنة الدول يعني شوف كيف بينهم بين، وإحنا ولا حد بعد مصلي لنا لا إذان. شعبنا اليمني ينتفض وقول كلمتك، شعبنا اليمني ينتفض وقول كلمتك. مواطنين وأحزاب وطوائف وضباط ودولة وشرعية وتحالف، انتفضوا وعملوا لنا حل. نشكر قوات التحالف والطيران، الطيران مسوي عامل عمائلة بيض الله وجههم سكور الجو، ولكن نريد عملا على الأرض، نريد إنجازا على الأرض. لو يجلس الطيران يدق سنة لن يحقق شيء غير على الأرض، نقبض من الأرض زي ما سووا في شبوة وفي حريب وفي حرض ما شاء الله. في خلال أسبوعين شوف كيف خلوا الحوثيين يبيعون زفة ويزيدون زيرو على قول أبناء تهامة. شكرا لك. شكرا شكرا يا أبو طارق. كما تحدثنا يعني من الأخطاء يعني أو من الاتصال هاتفي. ألو ألو. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. الاسم الكريم أبو ليث العوري. أهلا وسهلا أبو ليث. أبو نايف العوري. أبو نايف، يا مرحبا أبو نايف. اليوم نتحدث نتساءل يا أبو نايف، يعني ماذا قدم المبعوث الأممي الجديد إلى اليمن خلال 6 أشهر؟ ماذا قدم ولا قدم شيء، وأنا بسألك سؤال بس جاوبني بالصراحة. بتفضل. من دخل الحوادث في صنعاء؟ هؤلاء الناس أصحاب الساحات أكيد. من اللي دخلهم؟ ما دخلهم شيء، عفاش على عبد الله صالح معصم. أصحاب الساحات هم اللي قالوا حيابهم حيابهم يومها. أنت قدي عودي واحد، أنت متفقين، أنت والحوادة متفقين على الجنوب، الجنوب دولة وأنت دولة. شكرا شكرا يا أبو نايف. كيف متفقين؟ كيف متفقين أنت؟ كيف تشوف؟ كيف متفقين يعني؟ كيف متفقين؟ إيش توضح لنا كيف متفقين؟ متفقين أنت ما سمحهم حوا إنكم تدخلوا الجنوب وتدخلوا لهم صنعاء، تدخلهم الرئيس المخيم علي عبد الله. هل هناك قوات الان هل هناك قوات يعني عايزه تغزو الجنوب عام مثل ما بتقول انت؟ يعني وضح لنا كيف يعني. انت وين حاجه حساس. شكرا شكرا لك شكرا لك. يعني ما كلام غريب، يعني كلام غريب يا ابو نايف. شكرا. كما قلنا يعني بلاش المزايدات يا جماعه، يعني كلام ما يدخلش عقل. يعني هناك كما قلنا عقبات أمام المبعوثين الأمميين السابقين وأيضا المبعوث الأممي الحالي إلى اليمن. الأولى أن الفشل كان دوما عند المبعوثين الأمميين بسبب التعنت الحوثي،
ومحاولة الميليشيات فرض هيمنتها وسيطرتها بقوة السلاح. هذا يؤكد على أن هدفها الرئيسي من المشاركة في أي جولات للتفاوض هو كسب الوقت لتكريس واقع جديد على الأرض. الأسباب الفشل أيضا أن التساهل أو تقديم التنازلات لميليشيات الحوثي من جانب المبعوثين الدوليين أفشلهم في مهمتهم بسبب انحيازهم الذي يمكن الميليشيات المدعومة من إيران من تحقيق أجهزتها في كسب مواقع جديدة تعزز من إمكاناتها وتقوي من شوكتها، بما يزيد الأمر تعقيدا بشكل يومي. نقرأ جزء من الرسائل. مصطفى يقول: لقد فشل المبعوث الأممي الرابع إلى اليمن، وذلك بعد عودته من طهران وزيارته الأخيرة إلى عدن ثم إلى تعز والساحل الغربي، وبعد 24 ساعة من زيارته للمخا اختلطت الأوراق. لقد نجح المبعوث هانس في توسيع الصراع وازدياد المعاناة لدى اليمنيين، وكل ذلك من أجل إطالة الحرب وتمكين أدوات إيران. قايد يقول: مبعوثو الأمم المتحدة هم صانعو الخراب في الدول وهم مهندسو الحروب، لو لم تكن هناك حروبا فكيف بهم تشغيل منظماتهم الربحية؟ يعني مصالحهم ستزول حسب كلام قايد، أن مصالح المبعوثين الأمميين ستزول إذا انتهت الحرب في اليمن، فهو بيعتبره شغل ووظيفة. رائد يقول: سيفشل المبعوث الأممي إلى اليمن الجديد كما فشل سابقوه الأوائل، نفس الخارطة وذات الروتين والطرح يتكرر دون ما جدوى، وننتظر مبعوثا جديدا بعد فشل هانس، سيكون المبعوث المنتظر يحمل الجنسية الروسية، فالتوب الأبيض جدير بالحسم. عبد الرحيم يقول: المبعوثون الأمميون فاشلون، فشلوا فشلا ذريعا في تحقيق أدنى فرص السلام، وقادوا اليمن وشعبها إلى هاوية الاحتلال الإيراني، وبات لزاما على الأمم المتحدة البحث عن شخصية نزيهة أقدر منهم على التعاطي مع تعقيدات المشهد اليمني التي تسبب بها المبعوثون الأربعة. طبعا في السادس من أغسطس من العام الماضي تم تعيين السويدي هانس جروندبرغ مبعوثا خاصا إلى اليمن خلفا للبريطاني مارتن جريفيث الذي تم تعيينه وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية ومنسق الأغاثة لشؤون الطوارئ. منذ تعيين المبعوث الأممي الجديد إلى اليمن كان هناك طموحات لدى اليمنيين ولدى المجتمع الدولي ككل في أن يحدث هذا المبعوث اختراق في جدار الأزمة اليمنية والحرب التي أتت على الأخضر واليابس والمستمرة ما يقارب 7 سنوات، استناداً إلى مؤهلاته وخبراته، بل أيضاً هناك بيئة داعمة لعمل المبعوث إقليمياً ودولياً ومحلياً، يعني تؤكد فرصة نجاحه خاصة في ظل ترحيب الأطراف اليمنية بتعيينه في مقدمتها الحكومة التي أكدت في بيان لها وقت التعيين بالضبط أملها في نجاح المبعوث الجديد بما لديه من خبرات ودراية بالشأن اليمني. أيضا كان الرجل طبعا وزير خارجية السويد أيام ما كانت مفاوضات ستوكهولم، فكان عنده دراية بالشأن اليمني. هناك أيضا كان دعم من دول الجوار لهذا المبعوث الجديد، في مقدمتهم المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة التي أكدت على دعمها الدائم لكل جهود الأمم المتحدة لإقرار السلام في اليمن، كما نال تعيين المبعوث الجديد ترحيب من الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي. لكن يواجه المبعوث الجديد العقبة الكبيرة المعرقلة لكل جهود السلام في اليمن والمتمثلة في موقف الحوثيين غير الداعم له. حتى اللحظة لم يصل المبعوث الأممي إلى صنعاء. ما زلنا في انتظار اتصالاتكم عبر أرقام البرنامج الدولية التي تظهر تباعا أسفل الشاشة. بإمكانكم أيضا
الاتصال عبر تطبيقي دو وإيمو. الموضوع اليوم الذي نتحدث عنه، ما الذي قدمه المبعوث الأممي الجديد إلى اليمن منذ تعيينه، 6 أشهر منذ تعيينه، وهل يعول اليمنيون على الرجل لإحداث اختراق في جدار الأزمة والحرب المستمرة لمدة 7 سنوات، أم أنه مثل سابقه؟ يعني هم أضروا أكثر مما نفعوا البلاد، ساووا بين الضحية والجلاد، دائما اعتبروا الحكومة التي هي أصلا فاشلة في تعاملها مع ملف الحرب، ساوها مع الميليشيات الحوثية في التعامل. اتصال هاتفي. ألو ألو ألو، يا مرحبا. أهلا وسهلا. أهلا، أخبارك؟ يا مرحبا أبو عفاش. أبو عفاش الله يعطيك العافية. يا مرحبا فيك، أهلا وسهلا. اليوم بتتابعنا يا أبو عفاش؟ إلا بتابعك أنا، كيف أنا قلت عند التلفزيون، تحت التلفزيون. أهلا وسهلا فيك. اليوم بنتساءل، يعني ماذا قدم المبعوث الأممي الجديد اليمن؟ يا أخي الأمم المتحدة ما تقدم لك شيء، إحنا نفعل برنامج أن تغيروا البرنامج هذا. أقول لك قدم الرئيس عبد الرب منصور هادي، وإيش قدم علي محسن الأحمر؟ خليهم عاملين نفسهم حكومة ما نفعوا اليمن ولا بشيء. نعم. أما البرة ما ينفعون البرة الأممي ولا الأمم المتحدة ولا أي دولة، ما حد ينفعنا. بنفعنا الرئيس اللي عامل علينا رئيس وعامل علي يعني كل يوم الفلسطينيين من اليمن حق البترول حق الغاز حق هذا، وعامل نفسه دولة وعامل نفسه حكومة، لا جاب رواتب لا جاب شيء ولا حتى بيدافع عن اليمن في أي مكان. صحيح. بس راقد لي في الفندق نوم وخلاص، يقول لك إيران إيران إيران، ما بده حتى يعرف ينطق إيران، إيران ما بيعرف ينطقها. من الذي يدافع عنا؟ ما عاد أحد يدافع عنا، لا الشرعية ولا هذا ولا إحنا، بس ما عندنا ندعي لربنا، بس ينفع ربنا يعني سبحان الله. والله اليوم الناس اتصلوا انه بيصلحوا العصير على خيش، على خيش في حكومه عبد الرب وحكومه الحوثي، صلحوا العصير ما عاد فيش لا قراطس كملة القراطس، بيعلقوا الخيش ويعملوا العصير بدوله الحوثي وعبد الرب. ولما الامم المتحده ايش بيفعلوا؟ بيتبرع بالطيارات بالهذا بالهذا، ينبسطوا خلاص. صحيح. اذا ما نفعنا انفسنا يا ابو عفاش ما حد بينفعنا، ها؟ ما حد بينفعنا، ينفعنا الرئيس، ورئيس يتحرك كانوا رئيس ولا يتنازل، وخلينا احنا والحوثي نتفق وبس. نعم. الطريقه هذه. اما الامم نقول الامم يصلحنا، صلحنا ما صلحوا لنا شيء، بس بيجي يمشط شعره، وجابوا لي واحد ابيض ورا شعره اسود، واحد ابيض واحد اسود، قد جابوا الرؤوس كلها، قد شفت قد شيء كلها ملونه الرؤوس، اللي شعره احمر واللي شعره ابيض واللي شعره، ولا نفعونا بشيء. صحيح. والله يعطيك العافيه. شكرا شكرا يا ابو عفاش. كما قلنا، يعني على الرغم من لا 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 من منذ تعيين المبعوث الأممي هذا، يعني على الرغم من كان في موقف للحوثيين، يعني تبنوه في البداية، ترحبوا بالمبعوث الجديد، إلا أنهم استثنوا ذلك وقالوا رسميا حينها أن تعيين المبعوث الجديد لا يعني شيئا ما لم يكن هناك إعلان صريح بوقف العملية العسكرية التي تهدف طبعا لاستعادة الدولة اليمنية. هذا أكد أن التراجع على هذا التراجع يعني أكد على أن نهج الجماعة في تبنيها لمسلسل المراوغات التي دائما دابت عليه أثناء عمل المبعوثين الأمميين السابقين، سعيا منها لإفشال مساعي السلام والرهان على عامل الوقت لمواصلة تصعيدها العسكري، على غرار رفضها للخطة الأممية للسلام والخطط التي تنزل تباعا من المبعوثين الأمميين. نقرأ جزء من الرسائل التي وصلتنا. عبد الرحيم يقول، لا الدكتور يقول، تقول لماذا فشل المبعوثون الأمميون إلى اليمن ونجح نظرائهم إلى ليبيا؟ سؤال وجيه. يعني ليبيا الآن خطت خطوات كبيرة في طريق السلام. السلام عليكم. ألو، السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا. حيا والله، حيا معك أبو عنتر. يا مرحبا أبو عنتر، أهلا وسهلا فيك، تفضل. يا حيا والله، أخبارك طيب إن شاء الله؟ تمام. أهلا وسهلا فيك. اليوم نتسأل يا أبو عنتر، ماذا قدم المبعوث الأممي الجديد إلى اليمن خلال 6 أشهر؟ ماذا قدم في 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 خطة السلام هذه التي تزعم؟ تفضل.
والله يا حبيبي ما قدموا لليمن الا التعب والعذاب والبهذله ولا فادوا احنا لا حكومه شرعيه ولا غيره. نعم كلام فاضي كلام. احنا شوف انا اكلمك احنا من تهامه من اهل الحديده يا حبيبي قسما بالله يا حياه الناس لا يرفع لها. الله المستعان. فتفرج ان شاء الله تفرج. لا مو يا لا شوف عجع الرجل هذا شوف عبد ربه الاخ عبد ربه يعني ابو عنتر. شكرا شكرا يا ابو عنتر. فصل حاول تعيد الاتصال. كما قلنا الهلال يقول الصراع اليمني بحاجة إلى مبعوث يمني وحل يمني. اتصال هاتفي. ألو ألو يا مرحبا أبو نورة. الصوت ضعيف يا أبو نورة. صوت قوي بس ما أدري إيش السالفة كذا. تمام تفضل تفضل أبو نورة. إيش البرنامج اليوم؟ اليوم بنتساءل ماذا قدم المبعوث الأممي إلى اليمن منذ تعيينه من قبل 6 أشهر، وهل يعول اليمنيون على المبعوثين الأمميين لحل المشكلة في اليمن وإيقاف الحرب؟ لن نعول لأنهم الصانعين. نعم هم الذي صنعوا الحرب أصلا، هم المغذية الوحيدين للحوثي وللشرعية ولن يريدوا حل. غريفيث ما الذي فعله؟ بن عمر ما الذي فعله؟ هو اللي دمر اليمن. صحيح. وهذا يا طول عمر يغذيه وذا يا طول عمر يقول له مرفوض وذا هو تغذيه. لو يريدوا الحل بيد الشعب اليمني يجلسوا على طاولة أو يطردوا الفئة الشاذة هذه الذي قاعدة تدمرنا من حرب في حرب، أكلت الأخضر واليابس. ما الذي فعله الحوثي؟ ما الذي فعله الشرعية على مدار 8 سنوات إلا الدمار والهلاك؟ علينا يا طول عمر وعلى اللي يتصلوا ويتشدقوا على أبو نورة وأبو عبد الله لعد يتكلموا بالصدق. عليكم أنتم تخشوا ولا تكلموا إلا بالحقيقة. حنا ندي رأينا ولا نجتمع حد ولا أكيد. نقول لحد ليش تكلمت ولا العد. كل واحد يدي رأيه يا طول عمر. حنا نتكلم بالحقيقة. إذا ما عدتبنا نتكلم بالحقيقة لا نتكلم بها. أتكلم. الحقيقة يا طول عمر مرة. أتكلم. أتكلم. الشرعية لعبت في الوطن. تفضل تفضل. وأن الشرعية لعبت في الوطن وأن الحوثي لعبت في الوطن أكثر منهم. وكلهم يركل الثاني على كيف ما يريدوا. وبينهم اتفاق سري. وبينهم وبينهم ما عاد ندري إيش الحل. أنا أقول للشعب اليمني عليكم أن توعوا وعليكم أن تمسكوا أولادكم وعليكم يا طول عمر تدافعوا عن حقوقكم. القاصي والداني الذي في الداخل ولا في الخارج لن ينفعوكم هذا القيادات بشيء. بالنسبة لأمريكا وإسرائيل كلها تغذي الفئتين، تعطي الفئتين لا بك الشرعية ولا بك الحوثي. كلهم يا طول عمر معهم اتفاقات سرية على الشعب إذا يريد حياة ويريد يحفظ بلده ويريد يحفظ أولاده أن يتحرك الشعب مع الشرفاء من الموجودين. لا ننكر أحد يعني في شرفاء كثير. صحيح. شكرا شكرا يا أبو نورة. اتصال آخر. ألو. فصل اتصال. إذن كما تحدثنا أكبر عقبة أمام المبعوث الأممي الجديد إلى اليمن هو التعنت الحوثي ومراوغاته المستمرة التي يخفيها بفعل التعتيم الإعلامي لكل ما يجري في صنعاء والمناطق التي تسيطر عليها الميليشيات، خاصة مع رفضها الشرط الأساسي لإقرار السلام. ألو ألو يا مرحبا. الاسم الكريم. أبو مسلم. أبو مسلم يا مرحبا فيك. حياك. اليوم يا أبو مسلم نتساءل هل قدم المبعوث الأممي إلى اليمن شيء منذ تعيينه؟ والله يا شيخ أنا ما قدم شيء لا المبعوث الأممي ولا المقاومة الموجودة ولا الأحزاب الخسرانة كلها. طيب هل نطلب السلامة نشتي حل يمني يمني؟ يا سلام. ما ينفع لا دولي ولا غير. نعم.
يعني لا لن لا لن نعول على المبعوث الأممي ها؟ لا نعول لا على مبعوث أممي ولا على دعم خارجي. جميل. طيب يا رسالتك لليمنيين في هذا الصدد تفضل. رسالتي لليمنيين ويحلوا مشاكلهم وهم يمنيين. شكرا شكرا جزيلا. كما قلنا الميليشيات الحوثية يعني رافضة تماما تمام الرفض للشرط الأساسي لإقرار السلام واستعادة الاستقرار في البلاد، وهي الموافقة على نزع السلاح كبادرة أولى رئيسية تعكس حسن النوايا. لذلك على المبعوث الأممي الجديد أن يعي الدرس جيدا في أن الضغط على الحكومة لتقديم تنازلات كما حدث في ستوكهولم عشان جماعة الحوثي لن يؤدي إلا إلى مزيد من التعنت من قبل تلك الميليشيات. بل غريب في الأمر يعني، وهم اللي رضوا الحكومة اللي رضت بهذا الأمر، يعني الأمر الذي يثير الاستغراب أن المبعوثين الدوليين ينظرون إلى الميليشيات يعني على قدم المساواة مثل الحكومة. هذه النظرة غريبة يعني، وهم الذي رضوا أنهم يكونوا زي جماعة الحوثي. يعني الأمر هذا يحتاج إلى تعديل كلي، لأنه من الصعوبة بمكان المساواة بين حكومة شرعية مع فشلها الذريع الموجود في الواقع، إلا أنها حكومة شرعية وجماعة متطرفة تتبنى منهج المراوغة والتدليس والكذب في سبيل ترسيخ وجودها على الأرض. يجب أيضا إعادة دراسة يعني قرار مجلس الأمن اللي هو 2216 الذي بيمثل مرتكز عمل المبعوث الخاص للأمم المتحدة. فالخبرة السابقة في ضوء جهود المبعوثين الدوليين السابقين اليمن تؤكد على محدودية قراراتهم التي ربما لا تتوافق مع تحولات الأوضاع على الأرض اليوم. يعني هناك تغيرات كثيرة حصلت وهم ماسكين في القرار 2216. هناك مستجدات كثيرة على الأرض، المفروض يعني يكون في قرارات جديدة يصدرها. ألو، انقطع اتصال. طيب كما قلنا يعني ضروري يكون هناك ضغط على الحوثيين لتنفيذ كافة الالتزامات السابقة والوصول إلى تفاهمات تنقذ اليمن من مصير محتوم، أو يعني تعريف الناس، يعني اعترفوا يا جماعة، كلموا العالم، قولوا لهم هؤلاء هم المعرقلين، هؤلاء هم من يوقفوا أي بادرة لمشاورات سلام جديدة. هذا هو المطلوب. وفي الأول والأخير كما قال المتصلون لن يكون الحل إلا بالحسم العسكري، وما أخذ بالقوة لن يعود إلا بالقوة. لهذا نكون قد وصلنا إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم من برنامجكم مع الجمهور. في أمان الله.